وعربيا تحديدا من تونس، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحاته إنه تعرض للتهديد بالقتل، مؤكدا تقديمه دعوى الأمر صباح اليوم. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه إن الأطراف التي ترفض الدولة المدنية وراء هذا التهديد بالقتل والذي تلقاه الأمين العام للاتحاد، كما أضاف أنه يتهم الأطراف التي ترفض الدولة المدنية ورؤيتنا الاجتماعية والاقتصادية بالوقوف وراء التهديد بالقتل الذي تلقاه الأمين العام للاتحاد. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر سكايب من تونس بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية. أرحب بك يا سيدة بدرة بداية على شاشة أكسترا نيوز. يعني بعد 10 أعوام من الثورة التونسية، ما زالت تونس تعاني من احتجاجات، تعاني من مظاهرات، من تردي أوضاع إن كان اقتصادية أو حتى اجتماعية، واليوم تهديد بالقتل يعني الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. برأيك من هي الأطراف التي اتهمها رئيس الاتحاد والتي قال بأنها لا تريد رؤية تونس جديدة أو رؤية الدولة المدنية؟ شكرا، أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الكرام. أريد أن أصحح كلمة فقط لو سمحتي. في تونس لم تكن هناك ثورة، إنما كان هناك يعني انقلاب على نظام وبإعاز يعني، لكن المهم أنها لم تكن ثورة مبدئيا. ثانيا، أن التهديد بالقتل يعني على مدة 10 سنوات نسمع دائما كل من يعارض الإخوان في تونس وكل من يعارض يعني تمكنهم من الدولة وأعمالهم الخبيثة فهو يتلقى التهديد بالقتل ويتلقى يعني تتم عملية شيطنة، تتم عملية يعني التشويه عبر الميليشيات، ميليشيات إعلامية، ميليشيات فيسبوكية، ميليشيات على تويتر، عبر لي ريزو سوسيو يعني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبعدها يعني يمرون إلى مرحلة يعني هناك بعض الناس المغرر بهم أو المنتمون أو لا ندري ماذا من بما نسميهم أصلا، هم من يتولون هذا الموضوع. يعني عندما نقول مثلا اليوم لو أنا أقول هناك حركة في تونس أو هناك حزب بعينه، فسأتهم أنني يعني ربما يقومون بدعوى ضدي. لهذا سيدة بدرة، لا، سؤالي كان لك أنه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قال أنه تعرض للتهديد، وأيضا يعني وجه أصابع اتهام لأطراف قال أنها لا تريد مدنية الدولة. السؤال عن من يتحدث نعم الطبوبي؟ طبعا الطبوبي هو في إشارة غير مباشرة إلى المجموعة التي تحكم يعني تنظيم الإخوان في تونس، فرع تنظيم الإخوان في تونس الذي لا يريد يعني مدنية الدولة، إنما يريد نظام رجعي. يريدون، هم يدعون أنهم يريدون المدنية وحتى أنهم حزب مدني، لكنهم في الواقع هم في أصل أفعالهم لا يريدون الدولة المدنية ولا الوطنية، لأن حتى الدولة الوطنية لا تعنيهم كثيرا، إنما ما يعنيهم هو ترسيخ حكم نظام الإخوان وبإعاز طبعا من تركيا وقطر مباشرة. هو المشكلة أين؟ لأن السيد نور الدين الطبوبي تدخل في الناقلة التونسية تونسير، وتونسير يعني جاءت قد تم توظيف فيها يعني مديرة عامة هي جاءت من أمريكا تدعي أنها يعني قد قامت بمشاريع كبرى وهي في الحقيقة كاذبة، ورهنت التونسير يعني عندها شهرين أو 3 شهور يعني رهنتها إلى، وأصبحت التونسير اليوم مرهونة لدى التاف اللي هي شركة تأمين تركية. فقالت طيب سيدة بدرة،
وتدخل الاتحاد العام التونسي للشغل، تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن هنا جاءت التهديدات. كذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والصيد الطبوبي يسعى إلى حوار وطني. عند هذه النقطة تحديدا كان سؤالي القادم لك. كما نعلم كان هناك مبادرة من الاتحاد العام للشغل في تونس لقيس سعيد، وذلك لحوار وطني في البلاد. البعض اليوم يقول أن هذه المحاولة بالاغتيال هي لقطع الطريق على هذا الحوار الوطني، وأيضا البعض يقول أن التعديل الوزاري الأخير واللي حصلت بسبب أزمة كبيرة في تونس هو أيضا بسبب قطع الحوار وتغيير بعض الأطراف يعني لتوجهاتها. لنكون موضوعيين صراحة، ولا يجب أن نفسر تأويلات يعني سطحية. الحوار الوطني بالعكس، من ستستفيد منه هي حركة النهضة، يعني هذا مباشرة. حتى في الدعوة أنها اليوم نحن في مأزق سياسي كبير جدا، والمأزق السياسي لدى كل الأطراف سواء كان في رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان، سياسي رهيب. والحوار الوطني، والرئيس قال أنه رئيس كيف الجمهورية، لكن كيف ستستفيد سيدة بدر النهضة من الحوار الوطني؟ الهدنة، لأنها ستكون طرف في الحوار، ستستدعى إلى أن تكون فاعل في الحوار. اليوم عندما تستدعى يعني، والرئيس كان واضحا وصريحا في قوله أنه لن يستدعي ولن يكون هناك موجودين الفاسدين، واتهم يعني نوعا ما في إشارة إلى حركة النهضة التي تمكنت من مفاصل الدولة، وهناك الكثير من الفساد يعني بما فيهم حركة النهضة. لكن هي ستستفيد، لأن اليوم كل المظاهرات تخرج والاحتجاجات الشعبية تخرج لتندد برئيس البرلمان رشيد الغنوشي، لتندد بإسقاط النظام. ولو سقط النظام ستسقط حركة النهضة، ولو تم حل البرلمان ستسقط حركة النهضة. إذن السير نحو حوار ربما سيهدئ الوضع وسيسير يعني. ونحن نقول أن 2014 ليس لما تم الحوار الوطني ضمن الرباعي الذي معنى قاد الحوار، ليس 2021، الوضع مختلف جدا. والسيد يعني للاتحاد العام التونسي للشغل يريد أن يقود هذا الحوار، ويريدون كلهم تريد لهم تكتيكهم السياسي وحساباتهم السياسية. لكن هل أن الوضعية اليوم يعني تتحمل حوار وطني وإجراء حوار والكل يجلس على نفس الطاولة ويجلسون ويتحدثون مع بعض؟ هذا يعني خارج على السياق. طيب إلى أي مدى؟ تفضلي. أقول حاجة، بالقتل ليس جديد، وليس للسيد الطبوبي يعني اليوم فقط هو يهدد، هو الكثير. هناك عملية تشويه كبيرة جدا للاتحاد العام التونسي، وحملات رهيبة للاتحاد العام التونسي للشغل. كذلك هناك الكثير من الشخصيات التونسية وحتى اللي هي ماهيش داخل المهم المعارضة، كل المعارضة مهددة يعني. ولكنه اليوم تقدم بدعوى أيضا صباح صحيح. اليوم إلى أي مدى هذه الدعوى من شأنها بالفعل بدء تحقيقات ومعرفة الأطراف التي قامت بهذا ستكون الاغتيال؟ مثلها مثل الدعاوي الأخرى، ستكون طيب. مصيرها مثل المصير طيب. الأخرى. سيدة بدر، كنت تتحدث عن محاولة عزل حركة النهضة وأبعاد الغنوشي من المشهد السياسي، لأنه الاحتجاجات في الشارع تطالب بعزله، وأيضا أعضاء من البرلمان عبير موسي رئيسة الحزب اللادستوري الحر يعني قامت بالعديد من الاعتصامات وفضحت الكثير من الوثائق اللي قامت بها حركة النهضة والغنوشي كفساد وغيره، وتدعو إلى سحب الثقة من راشد الغنوشي. لما كل هذه المحاولات من السيدة عبير حتى الآن لم تؤتي بأكلها؟ طبعا هي محاولات من السيدة عبير، يعني هي مشكورة جدا السيدة عبير أنها فضحت يعني كل الألعاب والمسرحيات ويقولون ما لا يفعلون والكثير. شكرا لها يعني على نضالها، شكرا لها أصلا على أنها فضحت كل هذا وتمكنت من فضح كل هذا. طبعا هناك عريضة هذه الأيام هي على ما
يقارب أن هناك 90 نائب قد وقع من أجل ومن شق آخر طبعا من طرف آخر في البرلمان من مجموعة أخرى. حسب المعطيات الشخصية اللي عندي الآن هناك قرابة 90 أو أكثر يعني من النواب اللي وقعوا على سحب الثقة من راشد الغنوشي. راشد الغنوشي في البرلمان يكيل بمكيالين. راشد الغنوشي لم يعد قادر على تسيير البرلمان كرئيس برلمان. راشد الغنوشي الرجل الغير المناسب في المكان الغير المناسب. يعني هو هناك احتلال للبرلمان لتمرير الكثير من القوانين والإجراءات والعمل. وهذه الأيام هناك عمل كبير جدا يقوم به يعني راشد الغنوشي ومجموعته. هو الانتقال إلى المحكمة الدستورية ويعني ووضع محكمة دستورية من أجل هما الأصل في الأصل من أجل إقالة الرئيس وسحب الثقة من الرئيس. لكن لن يتم تمرير هذه المحكمة. هي في حد ذاتها المحكمة ربما أن تكون يعني حجر عثرة أمامهم. الكل اليوم الشارع هذا السيد قد فقد شرعيته الشعبية وفقد شرعيته السياسية لطبقة معينة. اليوم الكل ينادي بإخراج هذا الرجل الذي لم يعد له الأهلية بأن يدير البرلمان التونسي. طيب سيدة بدرة، يعني هل تعتقدين بأنه حركة النهضة كان لها أي دور في الأزمة اللي حصلت بسبب التعديل الوزاري الأخير؟ طبعا هناك سياسة الهروب إلى الأمام، وأنه استقطاب السيد رئيس الحكومة وجعله رهينة، لأنهم هم يدركون هم وتحالفهم السياسي داخل البرلمان إذا لم يكون مطيعا لهم ولإملاءاتهم فإنه ستسحب منه ثقة وأنه التحوير الوزاري لن يكون. ومنذ البداية يعني من شهر جانفي عندما تم تقديم من شهر سبتمبر من سيدة بدرة من هشام المشيشي تقصدين؟ نعم. لم أفهم، سيتم سحب الثقة من من؟ راشد الغنوشي؟ لا من هشام المشيشي إذا لا يخضع إلى إملاءات حركة النهضة والائتلاف الحكومي اللي فيه قلب تونس وائتلاف الكرامة وحركة النهضة، فإنه مباشرة ستسحب منه الثقة من البرلمان، لأن هؤلاء ائتلاف يعني عصابة داخل البرلمان. يعني عاد هشام المشيشي إلى موضوع التكتلات الحزبية، لأنه عندما تم اختياره من قبل قيس السعيد بشكل مباشر كان المفروض السيد هشام المشيشي بعيد عن كل هذه التكتلات الحزبية. من المفروض هل غير توجهه نعم وتخلى عن فكرة حكومة تكنوقراط؟ هو اصلا تخلى عن هذه الحكومه، ومنذ البدايه قال هناك قاده من النواب يعني من حركه النهضه ومن قلب تونس قالوا لقد وعدنا السيد المشيشي بعد 3 أشهر من اعطاء الثقه سيغير الحكومة من حكومة تكنوقراط إلى حكومة متحزبة، وفعلا تم ذلك وقد تم تغيير 12 وزير. يعني وهنا هو المأزق السياسي، لأن ب 143 صوت قد نجح التحوير الوزاري اللي هو يعتبر اليوم متحزب وحظي بثقة مجموعة من النواب من الائتلاف الحكومي. والمأزق هو أن السيد رئيس الجمهورية لم يقبل هؤلاء الوزراء ولم يقبل التحوير الوزاري لشبهات يعني تضارب مصالح وفساد من أجل أداء اليمين الدستوري أمامه. وإلى اليوم الأمور معطلة والوزراء مقالين ووزراء يعني تم المصادقة عليهم في البرلمان ولا يزاولون يعني شغلهم في المؤسسات. والسيد وذهب إلى سياسة الهروب إلى الأمام. السيد المشيشي أخذ مجموعة من الوزراء وأخذهم بالنيابة وقد تم إقرارهم بالنيابة يعني وأقال المجموعة كاملة من الوزراء. يعني هناك مأزق سياسي كبير جدا وتعنت يعني بالتالي سيدة بدرة من كلا الطرفين إن كان السيد هشام مشيشي أو حتى قيس السعيد. يعني هذا الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية سنرى كيف سينتهي. أشكرك. هو سياسة تكسير العظام ما بينهم يعني وسياسة الهروب إلى
إلى الأمام وليس بين رأسي السلطة، بين ثلاثة رؤوس. وأنا أعتبر أن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة والسيد رئيس البرلمان هم الآن هم محل الأزمة هذه، ولربما السيد المشيشي نستبعده قليلا لنقول أن الأزمة الكبرى هي ما بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا من تونس بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.